أول أسئلة هذه الحلقة من المستمع محلو سليمان من الجزائر، يسأل عن قص المرأة لشعرها إذا كان يثقلها عند الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قص المرأة لشعر رأسها إذا كان لحاجة كأن يثقلها ويحتاج إلى مؤونة وكلفة فلا بأس بتخفيفه، أما قصه من أجل الزينة أو من أجل التشبه بالكافرات أو العمل الموضات الوافدة فهذا أمر لا يجوز، لأن بقاء شعرها الذي لا تتأذى به ولا يثقلها هو من جمالها. نعم.